بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. مدارس أشتار الابتدائية الأهلية ترحب بكم أعزائي تلاميذ الصف الرابع المجتهدين. معلمة المادة شهد مخلد. لدينا اليوم القراءة العربية للصف الرابع الابتدائي أرجو من الجميع إحضار الكتب، كتب القراءة والانتباه معي. درسنا لهذا اليوم هو القمر، موضوع القمر، وهو موضوع من مواضيع القراءة العربية للصف الرابع. القمر صفحة 101، موجود الموضوع في صفحة 101. أرجو من الجميع فتح الكتاب على الصفحة 101. فتحت جميع الكتاب؟ هيا بنا. هذا هو عنوان الدرس. هو القمر. انظر، هذا هو القمر، وهذه الصورة موجودة أمامك في الكتاب عزيزي التلميذ. الآن سوف أبدأ بالقراءة، وأرجو من جميع التلاميذ الحلوين المجتهدين أن ينظروا في الكتاب وأن يتتبعوا معي كلمة كلمة لكي ننتبه على اللفظ الصحيح وعلى الحركات. هيا بنا نبدأ. وقف عبد الرحمن أمام بيته، في المساء. وقف عبد الرحمن أمام بيته في المساء. فشاهد أباه، فشاهد أباه ينظر إلى السماء، وقف عبد الرحمن أمام بيته في المساء، فشاهد أباه، ينظر، إلى السماء، ويقول، نقاط التحدث: نحن في بداية الشهر القمري. بداية الشهر القمري. قال عبد الرحمن، نقاط التحدث: القمر جميل، ولكني، أراه، صغيرا، هذه، الليلة، يا أبي، ولكني أراه صغيرا هذه الليلة يا أبي. ابتسم أبوه وقال، نقاط التحدث: نعم يا بني، القمر، يبدأ، القمر يبدأ صغيرا، في أول الشهر، كما تراه، ويسمى، هلالا، القمر يبدأ صغيرا في أول الشهر كما تراه ويسمى هلالا، ثم يكبر،
ثم يكبر حجمه ثم يكبر حجمه حتى يكتمل ثم يكبر حجمه حتى يكتمل في منتصف الشهر يكتمل حتى يكتمل ثم يكبر حجمه حتى يكتمل في منتصف الشهر يكتمل في منتصف الشهر فيسمى بدرا وبعد ذلك يتناقص حجمه حتى يختفي وتسمى هذه المدة الشهر القمرية وبعد ذلك يتناقص حجمه حتى يختفي وتسمى هذه المدة الشهر القمرية عبد الرحمن نقاط التحدث وما الشهور القمرية يا أبي وما الشهور القمرية يا أبي علامة الاستفهام الأب نقاط التحدث هي اثنتا عشر شهرا المحرم صفر ربيع الثاني جماد الآخرة رجب شعبان رمضان شوال ذو الحجة هذه الأشهر القمرية هي 12 شهرا المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة ثم ذو الحجة وقد جعلها العرب أساسا وقد جعلها العرب أساسا في تاريخ الحوادث وحساب السنين في تاريخ الحوادث وحساب السنين عبد الرحمن نقاط التحدث أصحيح يا أبي أن الإنسان وصل إلى القمر
أصحيح يا أبي أن الإنسان وصل إلى القمر؟ علامة الاستفهام. الأب نقاط التحدث. نعم يا بني، نعم يا بني، استطاع الإنسان أن يصل إلى القمر، أن يصل إلى القمر بفضل العلم. نعم يا بني، استطاع الإنسان أن يصل إلى القمر بفضل العلم. مشى عليه ورأى فيه الجبال والأودية ورأى فيه الجبال والأودية والتقط له الصور ثم عاد إلى الأرض. مشى عليه ورأى فيه الجبال والأودية والتقط له الصور ثم عاد إلى الأرض. عبد الرحمن نقاط التحدث. وكيف تمكن من ذلك؟ علامة الاستفهام. الأب نقاط التحدث. صعد الرواد سفينة الفضاء فانطلقت بهم. صعد الرواد سفينة الفضاء فانطلقت بهم في أعالي الجو فانطلقت بهم في أعالي الجو بسرعة بسرعة فانطلقت بهم في أعالي الجو بسرعة وهم يرتدون ملابسهم وهم يرتدون ملابسهم الخاصة وهم يرتدون ملابسهم الخاصة فأوصلتهم إلى القمر بعد ثلاثة أيام فكانت هذه الرحلة رحلة إلى القمر فكانت هذه الرحلة أول رحلة للإنسان إلى القمر. عبد الرحمن نقاط التحدث. ما أجمل القمر. علامة التعجب. أتمنى أن يأتي اليوم الذي أتمكن فيه من الوصول إليه. الأب نقاط التحدث. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن، يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. صدق الله العظيم. هذه سورة الرحمن آية 33. الآن سوف أقوم بإعادة لما قرأت في الدرس. أتممنا القراءة، سوف أعود إلى بداية الموضوع لأعيد القراءة عليكم وأيضا بيان المعاني والأهداف من الدرس. هذا هو عنوان الدرس. عنوان الدرس عن ماذا يتكلم؟ عن القمر. عن ماذا؟ القمر. جميعنا نشاهد القمر في السماء، من منا لم يشاهده؟ جميعنا شاهدنا القمر في السماء. الآن في هذا الدرس ماذا سوف يحدث؟ سوف يعطينا معلومات عن القمر وعن الأشهر القمرية وعن السنة القمر أو السنة القمرية، ما صحيح. عندما يوجد هو ولد اسمه عبد الرحمن يتكلم مع أبيه، وقف عبد الرحمن أمام بيته في المساء. في يوم من الأيام وقف عبد الرحمن أمام بيته في المساء. انظر هنا لدي كسرة، لماذا توجد هذه الكسرة؟ نعم أحسنتم، لأنه يوجد لدي حرف الجر هو الفي. لدي حرف الجر في، وعندما يوجد لدي حرف جر إذن الكلمة ما بعده تكون مجرورة بالكسرة، فهذا هو حرف الجر وهذا الاسم المجرور. نرجع إلى الدرس. فشاهد أباه ينظر إلى السماء. انظر هنا السماء، هذه هنا كلمة شمسية، كلمة شمسية. لماذا؟ لأنه يوجد لدينا ال التعريف ومن بعدها الشدة، حرف مشدد. السماء، لاحظ ال لا تقرأ، السماء كأنما اللام لا تلفظ، فهذه تسمى ال الشمسية. تمام، السماء. أيضا هنا لدي كسرة لأنه أيضا سبقت بماذا؟ بحرف الجر هو إلى، حرف الجر إلى. إلى السماء، إلى السماء، مو السماء، خطأ نقول السماء، لأنه هنا لدي يسمى ال الشمسية، هذه لا تلفظ، تلفظ السماء، الألف ثم السين مباشرة، اللام لا تلفظ، السماء. ويقول، نلاحظ هنا يوجد لدي نقاط تحدث لأنه يأتي عندي قول. نحن ضمير للجماعة، ضمير للجماعة. نحن في بداية الشهر، في بداية الشهر. أيضا هنا الشهر لدينا ال الشمسية لا تلفظ، ما نقول الشهر القمري، لا الشهر. تمام، فهذه ال الشمسية. نحن في بداية الشهر القمري، لاحظ هنا ال قمري، هذه اللام قمرية. لماذا؟ لأنه لدي حرف غير مشدد وهو القاف، وهو من ضمن الحروف القمرية. ابغي حجك وخف عقيمه، الأحرف القمرية هي ابغي حجك وخف عقيمه، القاف من ضمن الأحرف القمرية، فأل القمرية هنا القمري، الشهر القمرية. شوف هنا ال الشمسية صار عندي الشهر، هنا القمرية. تمام، إذن نعود إلى الدرس.
نحن في بداية الشهر القمري. ها من اللي دي يقول؟ الأب لعبد الرحمن. قال عبد الرحمن: القمر جميل. لاحظ هنا لدي اسم، اسم في بداية جملة يكون مبتدأ. أنا دا أعطيك معلومات عامة، تمام؟ القمر جميل ولكني أراه صغيرا، ولكني أراه صغيرا هذه الليلة يا أبي. لماذا نشاهد القمر صغيرا هذه الليلة؟ عبد الرحمن يقول: ابتسم أبوه وقال: نعم يا بني. يعني صحيح ما يقوله عبد الرحمن، القمر صغير هذا اليوم. لنرى لماذا القمر صغير هذا اليوم. قال الأب: القمر يبدأ صغيرا، القمر يبدأ صغيرا في أول الشهر كما تراه. إذن عبد الرحمن عندما شاهد القمر هذا اليوم، كنا في أول الشهر فشاهده صغيرا، لأنه عندما يكون في أول الشهر نراه صغيرا. فماذا يسمى القمر في أول الشهر؟ أحسنتم، يسمى هلالا. القمر يكون صغيرا في أول الشهر ويسمى هلالا. الآن ثم يكبر حجمه، ثم يكبر حجمه. لاحظ هنا، لاحظ السكون، أحرف لدي حروف ساكنة. يكبر حجمه، تمام؟ الكاف ساكنة، الحاء ساكنة، انتبه إلى اللفظ. يكبر حجمه، دا أقول الحرف بدون حركة، دا أنطق الحرف، النطق الحرف السليم فقط بدون فتحة أو ضمة أو كسرة. حجمه يكبر، تمام؟ حتى يكتمل، أيضا هنا الكاف أيضا ساكنة. يكتمل في منتصف الشهر، في منتصف الشهر. إذن يبدأ القمر صغيرا يسمى هلالا في أول الشهر، ثم يبدأ يكبر حجمه حتى يكتمل، يصبح قمرا كاملا. متى يصبح قمرا كاملا؟ في منتصف الشهر، في منتصف الشهر. إذن هو في أي يوم؟ الشهر 30 يوم، منتصف الشهر هو 15. أما الأشهر القمرية فهي 29 يوم وليس 30، أغلبها 29. فاحتمال يكون في منتصف الشهر 14 في الشهر أو 15 يكون القمر مكتملا. فماذا يسمى؟ يسمى في هذا اليوم بدرا، عندما يكتمل القمر ويصبح دائرة كاملة يسمى ماذا؟ بدرا. وبعد ذلك، وبعد ذلك يتناقص، يتناقص حجمه، يتناقص حجمه. ماذا يعني يتناقص حجمه؟ يبدأ يصغر، يبدأ بالصغر، هو اكتمل وأصبح كبير، دائرة كبيرة، سوف يبدأ ينقص شيئا فشيئا، يتناقص حجمه حتى يختفي، إلى أن يختفي، لا يوجد قمر. وتسمى هذه المدة، أي المدة التي يبدأ بها صغيرا ثم يكتمل في منتصف الشهر فيصبح بدرا، ومن ثم يتناقص حتى يختفي، كل هذه الفترة تسمى الشهر القمري، تسمى الشهر القمرية، تمام؟ قال عبد الرحمن: ماذا قال؟ نقاط التحدث: وما الشهور القمرية يا أبي؟ لاحظ هنا هذه أداة استفهام أو اسم استفهام. لماذا؟ لأنه يوجد لدي علامة استفهام، وضعت علامة استفهام لأن لدي أداة للسؤال. وما الشهور القمرية يا أبي؟ قال الأب: هي 12 شهرا. إذن كم شهر قمري عندي؟ 12، 12 شهرا. ما هي هذه الأشهر؟ المحرم هو الشهر الأول من الأشهر القمرية، ومن بعده صفر هو الشهر الثاني، صفر
ويأتي بعده ربيع الأول، ربيع الأول هذا الثالث، ثم ربيع الثاني، ربيع الثاني هذا رابع شهر. جماد الأولى، جماد الأولى هو خامس شهر. جماد الآخرة هو سادس شهر، جماد الآخرة. رجب هو سابع شهر. شعبان هو الثامن. رمضان هو الشهر التاسع. وشوال هو العاشر. وذو القعدة هو الحادي عشر. وذو الحجة هو الثاني عشر، وهما 12 شهرا كما قلنا. هذه أسماء الأشهر الهجرية أو القمرية. هي السنة الهجرية هي نفسها السنة القمرية، وهذه الأشهر الهجرية والأشهر القمرية. قد جعلها العرب أساسا، قد جعلها العرب أساسا في تاريخ الحوادث وحساب السنين. عندما يريدون أن يضعوا تاريخا حصل فيه حادثة كذا، قامت الحرب في كذا، ولد فلان، مات فلان، يقومون على هذه الأشهر، ولد فلان في السنة الكذا أو في الشهر الكذا. فهكذا استخدموا القمر والأشهر القمرية في حساب السنين وتأريخ الحوادث. عبد الرحمن ماذا قال؟ أصحيح يا أبي أن الإنسان وصل إلى القمر؟ أصحيح يا أبي أن الإنسان وصل إلى القمر؟ نلاحظ هنا لدي أداة استفهام أيضا، وهي حرف وهو الهمزة، وهذه علامة الاستفهام. يسأل عبد الرحمن: أصحيح يا أبي أن الإنسان وصل إلى القمر؟ ماذا أجاب الأب على نقاط التحدث؟ نعم يا بني، انظر، أجبنا عن السؤال بنعم. نعم يا بني، استطاع الإنسان أن يصل إلى القمر بفضل ماذا؟ بفضل العلم. بفضل ماذا؟ بفضل العلم. وصل الإنسان إلى القمر لأنه لولا العلم لما استطاع أن يصل إلى القمر. فمشى عليه ورأى فيه الجبال والأودية. إذن يوجد على القمر ماذا؟ يوجد جبال وأودية. الوادي ما هو الوادي؟ الأودية هي جمع وادي. ما هو الوادي؟ هو المكان المنخفض الذي يقع بين جبلين. لدي هنا جبل وهنا جبل، المكان هذا المنخفض بين الجبلين يسمى الوادي. فرأى فيه الجبال والأودية جمع وادي، وأيضا التقط له الصور. ثم عاد إلى الأرض، ثم عاد إلى الأرض. عبد الرحمن متعجب ويسأل: كيف تمكن من ذلك؟ كيف تمكن من ذلك؟ أيضا لدي سؤال ومنتهي بأداة استفهام أو بعلامة استفهام. الأب: صعد الرواد سفينة الفضاء. كيف وصلوا إلى القمر؟ يقول الأب: قام الرواد بصعود سفينة الفضاء. سفينة الفضاء، صعد الرواد سفينة الفضاء فانطلقت بهم، فانطلقت بهم في أعالي الجو، في أعالي الجو يعني إلى السماء، في أعالي الجو بسرعة. وهم ماذا؟ يرتدون ملابسهم الخاصة. ما لبسوا ملابسنا هاي نفسها؟ لا، يوجد ملابس خاصة برواد الفضاء، وهم يرتدون ملابسهم الخاصة. فأوصلتهم، من هي التي أوصلتهم؟ سفينة الفضاء. أحسنتم، سفينة الفضاء هي التي أوصلتهم إلى القمر. بعد كم يوم وصلوا إلى القمر؟ من الأرض إلى القمر وصلوا خلال 3 أيام. خلال 3 أيام وصلوا إلى القمر. فكانت هذه الرحلة أول رحلة للإنسان إلى القمر. كانت هذه الرحلة هي أول رحلة إلى الإنسان للقمر. أول رحلة قام بها الإنسان إلى القمر هي هذه الرحلة. عبد الرحمن: ما أجمل القمر. شوف هنا ما ليست أداة السؤال، هنا أداة تعجب.
أداة للتعجب، يتعجب، وهذه أداة علامة التعجب. ما أجمل القمر، أتمنى أن يأتي اليوم. أتمنى، ماذا تمنى عبد الرحمن؟ أتمنى أن يأتي اليوم الذي أتمكن فيه من الوصول إليه. يصل إلى ماذا؟ إلى القمر. يصل إلى القمر. يتمنى أن يأتي اليوم الذي يتمكن فيه عبد الرحمن من الوصول إلى القمر. ماذا قال الأب؟ قال الله سبحانه وتعالى، أعطانا آية من القرآن الكريم تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا معشر الجن والإنس. رب العالمين يحدث الجن والإنس: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. صدق الله العظيم. هذه الآية موجودة في سورة الرحمن ورقمها 33. بعد أن أتممنا القراءة وبينا المعاني، الهدف من هذا الموضوع كله هو تعريف التلميذ أو تعريفة عزيز التلميذ بأشهر السنة الهجرية، أشهر السنة القمرية، وليس السنة الميلادية التي نمشي نحن عليها الآن، وهي اللي هو الأشهر القمرية، شهر الكانون الأول وكانون الثاني وشباط وآذار ونيسان. هذه الأشهر تسمى الأشهر الميلادية، وهي السنة الميلادية ميلاد سيدنا المسيح، هي سنة ميلادية ميلاد سيدنا المسيح، وليست السنة الهجرية اللي هي تبدأ بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه السنين أو هذه السنة الهجرية فيها أشهر، مثل ما يوجد أشهر في السنة الميلادية، يوجد أيضا أشهر في السنة الهجرية، وهي محرم وصفر، وكما قلنا الأشهر التي قمنا بتعدادها هي 12 شهرا. هكذا علمنا اليوم درس القمر من معرفة الأشهر الهجرية وبماذا نستفيد منها، وماذا قام العرب باستخدامها، استخدموها في تاريخ الحوادث والسنين. وأيضا تعلمنا كيف وصل الإنسان إلى القمر، وعن طريق ماذا، وكم يوم استغرقت السفرة. تمام، كل هذا، وأعطانا أيضا مثال من القرآن الكريم عن هذا الموضوع. الآن سوف نذهب إلى ماذا؟ إلى الحوار. لدينا الحوار. الحوار هو مجموعة من الأسئلة كما نعلم، سنقوم بالإجابة عنها. نبدأ بالسؤال الأول: ماذا نسمي القمر في أول الشهر؟ ماذا نسمي القمر في أول الشهر؟ يلا 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 يا حلوين يا شطار. نعم، الجواب هو نسميه هلالا. يسمى القمر في أول الشهر هلالا. متى يكتمل القمر؟ متى يكتمل القمر؟ أي يبدأ صغيرا إلى أن يكتمل. متى يكتمل؟ يكتمل القمر في منتصف الشهر. يكتمل القمر في منتصف الشهر، فماذا يصبح؟ فيصبح بدرا. فيصبح بدرا. السؤال التالي: ما الشهر القمري؟ ما هو الشهر القمري؟ الجواب هو، أحسنتم، هو مراحل تحول القمر، المراحل اللي تتحول بها القمر من الهلال إلى البدر إلى أن يتناقص حجمه فيختفي. هذه المدة تسمى بالشهر القمري، مراحل تحول القمر من الهلال إلى البدر إلى أن يتناقص حجمه فيختفي. سؤال الرابع: عدد الشهور القمرية هي 12 شهرا. 12 شهرا. سؤال الخامس: ماذا تمنى عبد الرحمن؟ من يتذكر؟ أحسنتم، تمنى أن يأتي اليوم الذي يتمكن فيه من الوصول إلى القمر. تمنى أن يأتي اليوم الذي يتمكن فيه من الوصول إلى القمر. أحسنتم. السؤال التالي، السؤال السادس: كيف وصل الرواد إلى القمر؟ كيف وصل الرواد إلى القمر؟ من يتذكر كيف وصلوا؟ أحسنتم، الجواب هو
ركبوا في سفينة الفضاء فوصلوا إلى القمر. ركبوا في سفينة الفضاء فوصلوا إلى القمر. سؤال السابع، كم استغرقت رحلة السفينة إلى القمر؟ كم استغرقت ووصلوا إلى القمر في السفينة؟ نعم أحسنتم، استغرقت الرحلة 3 أيام، 3 أيام فوصلوا إلى القمر. هكذا انتهى الحوار وتمت الإجابة على جميع الأسئلة. شكرا أحسنتم. الآن لدي تدريبات. التدريب الأول، التدريب الأول يقول اقرأ الكلمات التالية وانتبه. على ماذا تنتبه؟ هذا التدريب للقراءة فقط لكي نستطيع من بعده حل التدريب الثاني. اقرأ الكلمات التالية وانتبه على المفرد والمثنى والجمع. المثنى، المفرد والمثنى والجمع. تعالوا معنا. لدي شهر، شهران، شهور. انتبه، شهر هو مفرد، شهر واحد. شهران اثنان من الشهور. شهور مجموعة الشهر شهور. لدي رائد واحد، رائد واحد. رائدان اثنان. رواد أكثر من اثنان، يعني مجموعة. ولد واحد. ولدان أيضا اثنان. أولاد مجموعة من الأولاد. بنت واحدة. بنتان اثنتان. بنات أي مجموعة من البنات. معلم واحد. معلمان اثنان. معلمون مجموعة من المعلمون. شاهد معي عزيزي التلميذ، هنا حقل المفرد، وهذا حقل المثنى، وهذا حقل الجمع. لاحظ أيضا معي ملاحظة أخرى، يوجد هنا ألف ونون في نهاية كل كلمة، هذا دليل المثنى. وأيضا هذه النون لاحظ أن تحتها يوجد كسرة، هذه الكسرة ليست علامة الإعراب وإنما نون المثنى مكسورة دائما. ماذا بها نون المثنى؟ أحسنتم، مكسورة دائما، دائما يوجد كسرة تحت نون المثنى. الآن التدريب الثاني، التدريب الثاني، التدريب الثاني سوف يقوم نقوم بحله اعتمادا على التدريب الأول الذي قمنا بقراءته. اكتب، الآن اكتب، هناك كان يوجد لدي اقرأ، الآن اكتب المثنى والجمع للمفردات الآتية. قام بإعطائي مفرد ويريد مني المثنى ويريد مني الجمع. أعطاني المفرد، تلميذ، تلميذ، كيف يصبح مثنى وكيف يصبح جمع؟ نأتي إلى المثنى، أحسنتم، تلميذان، تلميذ أصبحت في المثنى تلميذان، وفي الجمع أصبحت تلاميذ، تلاميذ. نأتي إلى الكلمة الأخرى المفردة، تلميذة، تلميذة مفردة، أريد أن تصبح مثنى، كيف سوف تصبح مثنى؟ تلميذتان، تلميذتان، أحسنتم. جمع، تلميذات، تلميذات، أحسنتم. أيضا لدي فلاح، عندما تصبح مثنى ماذا تصبح؟ نعم أحسنتم، فلاحان، فلاحان. وعندما تصبح جمع تصبح فلاحون، فلاحون. فلاحة واحدة، أريد اثنان من الفلاحات، ماذا أقول؟ فلاحتان، أحسنتم. وفلاحات، فلاحات. وأيضا هنا، هنا بعد أن أتممت التدريب لاحظ معي بعض الملاحظات. هنا كلمات مفردة أصبحت مثنى
ضفنا لها ماذا؟ ألف ونون لكل كلمة، ألف ونون لكل كلمة. هذه الألف والنون، لاحظ النون أيضا مكسورة لأن النون المثنى كما قلنا مكسورة دائما. لاحظ هنا لدي تلاميذ، تلميذات، فلاحون، فلاحات، هذا حقل الجمع. كل واحدة تختلف عن الأخرى لأن كل جمع لديه اسم. هنا أعطيك إياها كمعلومات عامة، تلاميذ هو جمع تكسير، تلميذات جمع مؤنث، فلاحون جمع مذكر، فلاحات أيضا جمع مؤنث. هذا إن شاء الله في السنين المقبلة سوف نأخذها بتفصيل، أما الآن تلميذان، لاحظ تلميذتان، فلاحان، فلاحتان، ألف ونون ثابتة للمثنى، أما الجمع فيكون مختلف فيه أكثر من شكل. أتمنى أن يكون الجميع افتهم الموضوع. الآن يا أحبائي لدينا، الآن أحبائي التلاميذ لدينا التعبير موجود قدامك بالكتاب صفحة 105 وهو التاريخ الهجري، وهو تعبير عن موضوعنا أيضا. أعطانا مجموعة من النقاط مختلفة التسلسل، نحن قمنا بترتيبها على شكل تعبير منظم. عنوان التعبير هو التاريخ الهجري، التاريخ الهجري. لاحظ معي، وضعت هذه النقاط أمامك لكي تعلم أنه في التعبير لا يجوز كتابة الكتابة في أول السطر، من بداية السطر لا يجوز، نترك مسافة مقدار كلمتين وأبدأ بكتابة النقطة الأولى، لكن بعدم وضع رقم واحد، لا يوجد رقم واحد، مباشرة أبدأ بالكتابة. كانت العرب تؤرخ بكل عام يكون فيه أمر مشهود. هنا جئت إلى النقطة الثانية، ما أكتب رقم اثنان، أضع فارزة. فأرخوا بعام الفيل، وأيضا لدي فارزة، وفيه ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا فارزة. إلى أن أرخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مبتدئا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما سئلوا نقاط التحدث، ما يكون أول التأريخ؟ علامة الاستفهام. قال بعضهم نقاط التحدث شهر رمضان، وفئة أخرى قالت رجب، فإنه شهر حرام والعرب تعظمه، ثم أجمعت الفئات كلها على المحرم. إذن التعبير نترك مقدار كلمتين، ثم نبدأ بكتابة النقطة الأولى بدون ترقيم، وأقوم بالكتابة وأعود إلى السطر الثاني، أبدأ من بدايته، مو أترك أيضا كلمتين، فقط السطر الأول، وأبدأ بكتابة الأرقام بالشكل الصحيح لكن بدون كتابة الرقم، وأيضا أجي إلى نقطة أخرى وهي الهدف من التعبير. هذا الهدف منه، يعلمنا كيف العرب بدأوا يؤرخون ومن الذي قام بالتأريخ. فالعرب القدامى قبل الإسلام أرخوا بعام الفيل، وهو العام الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سمي بعام الفيل، وفيه ولد عليه الصلاة والسلام نبينا محمد، إلى أن بدأ التاريخ يؤرخ في زمن عمر بن الخطاب، في زمن الخليفة عمر بن الخطاب بدأ بالتأريخ مبتدئا بهجرة النبي، فأصبحت السنة الهجرية، أصبح لدينا السنة الهجرية بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبدأ. فحينما سئلوا العرب أي شهر يكون أول التأريخ، قال بعضهم شهر رمضان، وفئة أخرى قالت رجب لأنه شهر حرام والعرب تعظمه. أما بعد أن أجمعت الآراء على كلها أنه يكون شهر المحرم، هو أول شهر في السنة الهجرية، هو أول شهر في السنة الهجرية. هذا كان التعبير لدينا. أما الآن يا أحبائي سوف نقوم بأخذ الواجب البيتي، أخذ الواجب البيتي وهو كتابة موضوع القمر صفحة 101 مرة واحدة.
مع كتابة الحوار أكيد مع الحل الذي قمنا بحله صفحة 103، والتدريبات أيضا مع الحل صفحة 104، مع كتابة التعبير التاريخ الهجري مرة واحدة صفحة 105. وشكرا جزيلا على الإصغاء.